طيب قبل ما اطلع فاصل عايزه بس اطمن حضراتكم على الجو النهارده عامل ايه وبكره عامل ايه. خليني ارحب على التليفون بدكتوره منار غانم. دكتوره منار مساء الخير يا فندم. خير على حضرتك استاذ عزه ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. معلش احنا فتره تغيير الجو دي هنزعجكم بس كتير بس الناس بتبقى عايزه تطمن. دايما تحت امرك يا فندم. اشكرك فندم. بقيه الليله دي عامله ازاي وبكره الجو عامل ايه؟ احنا طبعا بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره فناخد بالنا ان خلال فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. الاجواء بتكون بارده على اغلب محافظات الجمهوريه والصغرى فتره الليل ما بين 14 و 15 درجه مئويه على القاهره الكبرى. ومتوقع ان شاء الله معانا استمرار ارتفاع درجات الحراره لحد يوم الاثنين اللي جاي. غدا العظمى هتكون 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، يوم الاثنين هتكون 27 درجة مئوية، فارتفاع درجات الحرارة مكمل معانا خلال فترات النهار لحد يوم الاثنين، غدا كمان متوقع ان يكون في نشاط للرياح على اغلب محافظات الجمهورية. انا بفضل ساكتة كده لغاية ما اسمع منك نشاط الرياح. قوي هو مش هيكون مش هيكون بالقوى الكبيره، هيكون معاه اتربه ورمال مساره لكن هيكون في اقصى غرب البلاد مطروح السلوم بعض المناطق من شمال الصعيد. القاهره الكبرى ممكن تكون اتربه عالقه يعني شوائب عالقه موجوده يعني نعم. زي الرمال المساره بس اقل شده في نشاط الرياح. نعم. مع مساء يوم الاثنين ان شاء الله متوقع ان التوزيعات الضغطيه تختلف ونبدا نتاثر بحاله من عدم استقرار في الاحوال الجويه بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. معقولة هنرجع برد زي ما كان يا دكتورة؟ هنرجع للأجواء الشتوية مرة أخرى، هنرجع لانخفاضات درجات الحرارة الملحوظ فترات النهار وفترات الليل لأن هيكون في نشاط للرياح هيخلينا نحس أكثر بانخفاض درجات الحرارة. بالظبط العظمى متوقع يوم الثلاث اللي جاي تكون 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. هيكون في سقوط أمطار متفاوت الشدة على محافظات شمال البلاد، الأجواء الممطرة الشتوية ترجع تاني. ده من الثلاث يوم من الاثنين المساء خلال فترة المساء هتكون على السواحل الغربية مع تقدم الساعات ودخول فترة يوم الثلاث تبدأ الأمطار تتقدم للوجه البحري القاهرة الكبرى شمال الصعيد سيناء محافظة البحر الأحمر. وهيكون في تحسن في الأمطار إن شاء الله مع يوم الأربع تنحصر فقط في السواحل الشمالية وشمال الوسط. لا هكون كلمتك بقى هكون كلمتك كذا مرة خلينا كده أبدأ أهم حاجة بس بلاش ننخدع بارتفاع درجات الحرارة ونخفف الملابس فترات الليل تحديدا لازم تكون فترات الليل ملابس شتوية ولو إحنا هنخرج أصحاب مرضى الحساسية الصدرية ياخدوا بالهم كمامات طبعا واحنا خارجين. هو ده الكلام المهم. بشكرك دكتوره منار غانم. يا جماعه بقيت الليله دي وبكره درجات الحراره مرتفعه ناخد بالنا علشان في شويه اتربه كده ممكن تحصل وهنتابع مع حضراتكم كل التطورات الموقف للجو علشان الطلبه اللي نازلين الصبح طلبه الجامعه والمدارس وايضا الموظفين. خليني اطلع فاصل الحديث عن الندوه التثقيفيه اللي كانت يوم الخميس اللي فات. هيشرفني في هذا اللقاء سيادة النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. انتظرونا.